السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي يقولون ماكو فيروس ماكو موت، اللي يقولون ان ترامب ما لابس كمامة وطلع بالمظاهرات يعني ماكو، معناها ماكو فيروس. اتمنى ان يخلون عندهم ضمير شوية. اليوم الاحصائية اللي انطوها 1006 الرسمية، وانا هسه باحد مستشفيات بغداد، وانتم جاي تشوفون هسه هذا على الرقم الموت بالجملة. الناس محتارة بجنازها، ويجيك واحد لاحظ ولا بخت يقول لك يابا ماكو فيروس. اخواني الله يحفظكم ان شاء الله، اسال الله ان يحفظكم ان شاء الله. هذه احد مستشفيات بغداد. رحمة الله على والديكم، التزموا بالحظر، اخذوا الاحتياطات، الكمامة، الكفوف، عفروا البيت بالادوات البسيطة، بالكلور، حافظوا على عوائلكم، التزموا، رحمة الله على والديكم. هذه الحالة هسه اللي يشوفونها بغداد، ها يشوفونها الدنيا ظلمة بس الناس تلطم على طول الطريق تلطم. هذا اللي فقد أخوه.